أهلا بكم. لك أن تتخيل دخول الخطر من الباب أو مروره عبر الشباك. قد يأتيك من مكان أو في زمان غير متوقع، لكن أن يأتيك عبر إشعار فهذا لا يحصل إلا في الواقع الافتراضي. إغراء وعلاقات، اختراق ومساومات، حصد للأموال والأرواح لا تحده حدود ولا يستثني أحد. أرقام ومؤشرات ما خفي فيها أعظم من المعلن. ظاهرة فتحت أبواب الجرائم، فلا انتحار ولا تعنيف ولا سرقة ولا قتل إلا وكان الابتزاز أحد أسبابها. حالة نعيشها في المواقع والواقع، فبعض المعاملات لا تنجز إلا بمقابل. دوائر تفاوض على الشرف، والضحية في كل الأحوال خائف وجبان، لا يقوى على المواجهة ولا يتقوى بالقانون. فأمام الفضيحة كل شيء يهون، حتى لو كانت التضحية بالحياة والبقاء على قيدها جسد فقط. أهلا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. بداية حلقة هذا اليوم راح تكون بتقرير الزميل شيبان سامي عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في العراق، لنتابع. مع تطور التكنولوجيا أصبح الابتزاز الإلكتروني من الأمور الشائعة في الآونة الأخيرة، حيث تعددت أسباب الابتزاز التي تطال مختلف فئات المجتمع العراقي بعد تعرض الكثير من النساء بنشر صور لهن من أجل الحصول على مبالغ مالية، وسببت هذه الظاهرة الكثير من حالات الطلاق والانتحار. أهم الأسباب اللي هي أسباب المادية، إنه شخص البطالة القاعد يعني قاعد عن العمل يضطر يستغل هاي الأمور في تحقيق مكاسب مادية، هاي أولاً. يعني ثانياً إنه موضوع العشائر أو العشائري، هذا الموضوع إنه الشخص من يصير عنده ابتزاز الإلكتروني وراح ينكمش فراح ينحل الموضوع بفلوس، وهذا الشيء غلط. لازم أكو قانون بالموضوع، لازم أكو حق عام بالموضوع. أنا أشوف السبب الرئيسي يعود للبنية اللي هي تعكس تربية أهلها، تربية أمها. السبب يعود الرئيس للأم، يعني الأم تعكس أخلاق البنت بالشارع، سواء بالجامعة، سواء بالمدرسة، سواء بالشارع، هي تعطي مجال للشخص المقابلة بأنه يبتزها. انتشرت خلال السنوات الأخيرة حالات غير تقليدية للابتزاز والتشهير انتقاما من الزوجات إذا قررن الانفصال عن أزواجهن. إحدى ضحايا الابتزاز تروي لقناة الأيام الفضائية قصة ابتزاز ابنتها من قبل زوجها. ثاني بنتي عمرها 18 سنة وابن خالها يريد يطلقها. والله شنو انت نهار كله بالتليفون ويا امك ويا هاي. زين هسه احنا طلبنا الطلاق، هو قال ما اريد انا، طلبنا الطلاق يقول لها والله العظيم اشوف صورك وشغلاتك بالتليفون للمحكمه، على مود اخلص من عندك ولا اطيش لا غايب ولا حاضر، وهي عندها طفل عمره سنه وست اشهر. ودونا للسيد وخلى البنيه تحكي شي يقول السيد، تقول وراه طلع متنازله البنيه من الغايب والحاضر واحنا ما نعرف. قال لها هسه حطينا محامي يلا.
جهود كبيرة تبذلها الحكومة والعشائر للحد من انتشار الابتزاز التي لم تطال النساء فقط، الرجال أيضا تم مساومتهم من قبل بعض نساء الدول العربية مقابل مبالغ مالية كبيرة. الابتزاز الإلكتروني في العراق لا يقتصر على الفتيات فقط، بل تطور الأمر حتى على المتزوجين للتنازل عن الحقوق عند الطلاق، الأمر الذي يتطلب لتشريع قوانين رادعة لمكافحة الابتزاز بكل أشكاله. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، محور الحديث في حلقة اليوم راح يكون مع مديرة الشعبة النسوية في الشرطة المجتمعية المقدم بسمة الزيدي. سيادة المقدم، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا بجنابك. بداية، إذا أريد نتحدث عن هذا الموضوع، حالات الابتزاز اليوم لا تستثني أحد، يعني سواء كان شاب أو شابة، من خلال متابعاتكم كشعبة متخصصة بهذا المجال، بداية في التعريج عن الموضوع، أو ما هو الابتزاز في العراق بشكل عام؟ نعم، بداية أول شيء أشكر قناتكم على هذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع المهم جدا. اليوم جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الخطرة والتي يعاقب عليها القانون، وأنت تعرف اليوم نتيجة التطور الحاصل والتكنولوجيا اللي منتشرة وكثرة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خرجت هذه الجريمة، يعني انتشرت بالآونة الأخيرة انتشار يعني أثر على المجتمع سلبا، وهي تعتبر من الجرائم الخطيرة والجرائم اللي يعني تهدم حتى الأسرة، وهي تهديد وترحيب للضحية بنشر مقاطع فيديو أو صور أو أفلام. وإحنا كشرطة مجتمعية اليوم نعالج هذه القضية، هذه الجريمة، من خلال المناشدات التي تردنا على الخط الساخن، والخط الساخن للشرطة المجتمعية 497، أو عن طريق أحد أصدقاء الشرطة المجتمعية. يعني الضحايا مقتصر هذا الموضوع فقط على النساء أم يوصل إلى موضوع الشباب حتى؟ لا، اليوم جريمة الابتزاز الإلكتروني جريمة يعني تصل كل أفراد المجتمع، لكن الضحايا اللي يعني إحنا اليوم كشعبة نسوية بالشرطة المجتمعية توردنا حالات اللي نساء اللي يتعرضوا للابتزاز، والعديد من حالات الابتزاز، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أسبابها كثيرة. اليوم يعني الجهل بالتعامل بالوسائل، وسائل الاتصال مثل الفيسبوك، الانستغرام، اليوم الفويزات الصوتية اللي تنبعث، عدم الحفاظ على الرقم، حتى جهل البعض بالتعامل مع هكذا اليوم الروابط اللي ما مؤمنة. صح. الكثير من الأسباب للابتزاز الإلكتروني، الثقة الزايدة، الصور اللي موجودة. إذا تسمحي لي أرحب بالأستاذ مصطفى الخبير في مجال الأمن السيبراني، مصطفى الموسى. أستاذ مصطفى، رحب بحضرتك. الاختراق هو الطريق الثاني بعد العلاقات بالابتزاز، شنو أحدث وأغرب حالات الاختراق بالوقت الحالي؟ تفضل. نعم، بداية تحية طيبة لجنابك الكريم وكل متابعيكم والسيد المقدم بسمة الشرطة المجتمعية. احنا أول شيء نريد نشيد بجهود وزارة الداخلية متمثلة بكل شعبها وأصنافها لمساعدتهم ولتعاونهم الكبير مع هواية من الشباب مثلي ومثل غيري بمساعدة وحل قضايا الابتزاز الإلكتروني، وما أنسى بالذكر دور الجهاز الأمن الوطني، يعني كذلك مساعدة كبيرة. حالات الابتزاز الإلكتروني هي حالات منتشرة، مئات آلاف الحالات في السنة الواحدة يسجلها العراق، والعدد يزداد بالضعف كل سنة، لأن تعرف المستخدمين يصيرون أكثر ووسائل الابتزاز تصير أكثر. الحالات المسجلة لدى القوات الأمنية والأجهزة الأمنية يمكن هي أقل من 10% من الحالات الفعلية على أرض الواقع. ليش؟ لأنه البنية اللي تريد تقدم بلاغ
هي اول شيء تسال روحها وين حروح؟ حروح مركز شرطه وحصل فضيحه واهلي حيعرفون وعشيرتي، وبالتالي وكانما هي تقول انا خلي افضل مما اروح اسجل دعوه، يعني اسجل دعوه بالمركز. ولهذا هي رساله يعني الى وزاره الداخليه او الى جهاز الامن الوطني بضروره استحداث ويب سايت، وهذا الويب سايت المجني عليه او يعني خلينا نقول المظلوم او المبتز اذا صح التعبير، المبتز يقدم ادله ويقدم براهين على انه فلان شخص يبتزني من خلال هذه الصفحه، من خلال هذا رقم الموبايل دون حضوره. ليش؟ لان احنا هسه حاليا انا اجزم لك انه 10% من الحالات الفعليه فقط مسجله عند الاجهزه الامنيه، ولكن مئات الاف الحالات لم تسجل، لانه قلت لك البنيه تخاف تطلع من بيتها، البنيه تستحي تطلع من بيتها، البنيه تخاف من فضيحه ومشاكل عشائريه. الحالات اللي تصير على الابتزاز الالكتروني صراحه طرق مستحدثه حديثه جدا، ولكن الشيء الاول للابتزاز الالكتروني، السبب الاول هو الثقه، وهذه الثقه خطا، لانه المبتز غالبيه المبتزين هم مو خبراء في الاختراق، هو خبراء في التكنولوجيا بحيث راح يخترق الموبايل الضحيه ويبتزها بصورها. 99.19% ماكو هذا النوع. النوع هو يكون الولد يتواصل ويا البنيه يثق بيها، يعني تثق به وتفتح لك او شوفه صور معينه ويصير الاختراق، ويصير عفوا الابتزاز. وكذلك الابتزاز ما يقتصر للولد للبنات، ترى كثير من حالات الابتزاز البنات للولد كثيره جدا حالات ابتزاز البنات للولد، وكثيره جدا ابتزاز الطالبه لاستاذها او الموظفه للاستاذ لمديرها. يعني هذا حالات خلينا نكون واقعيين، انا تردني مئات من المناشدات الاسبوعيه والشبه يوميه بحالات الابتزاز. فهي رساله انه لا تثق ثقه زائده، وخلي في بالك شيء معين استاذنا الفاضل، مستقبلا راح يظهر لك الديب فيك، هو اوريدي موجود لكن بالعراق غير منتشر بطريقه يعني كبيره، الديب فيك والتزييف العميق والفيديوهات العميقه. يعني لا تستغرب من تشوف روحك منشور وفي وضع مخل، لا تستغرب ابدا مستقبلا هذا الشيء حيصير. ذكر هذا الشيء ليس من باب تعليم الناس، لكن من باب انه نريد نقول انه مستقبلا راح يصير اشياء، صوتك ممكن يعني ممكن يتكرر بصوت بشخص اخر بالذكاء الصناعي، شكلك ممكن يتكرر، 30 ثانيه من فيديو الك و10 ثواني من صوت الك كافي للذكاء الصناعي انه يسوي شخصيه مثل شخصيتك ويخليها في وضع مخل. جيد، ارجع لك استاذ مصطفى لتفاصيل او طرق الابتزاز وتهكير الصفحات. اذا تسمح لي رحب بالخبيره القانونيه او القانونيه استاذ سحر الهاشمي، قلقنا عليه اشتخرت يعني استاذ سحر. هسه حالات الابتزاز بالنسبه للنساء واضحه ومنتشره، لكن اكو حالات حتى الابتزاز الشباب وحصلت في العراق، وخاصه اكو مثلا حتى من خارج العراق بالنسبه لابتزاز الشباب، هاي شلون تشوفوها؟ شنو اسباب انتشارها بالعراق؟ هل هو جهل بعض او عدم معرفه التعامل مع صفحات وهميه او روابط او غيرها؟ شلون تتابعون الموضوع؟ طبعا بدايه مساء الخير على قناتكم الكريمه وعلى مشاهديكم الكرام. احنا بالبدايه يعني بقانون العقوبات العراقي حب اوضح احنا ما عندنا كلمه ابتزاز الكتروني، هو تهديد. زين. بالنسبه لتهديد البنت انت قصدت للشاب، يعني العكس. طبعا اسبابها كثيره، اما تكون انه هي تريد منه مبالغ ماليه، او تريد منه خلينا نقول مثلا علاقه معينه، تريد تستحصل منها مصلحه معينه، او تريد منه زواج. الاسباب كثيره والضحايا اكثر. فاحنا شلون نقدر نوعي شبابنا حتى ما يقعون بهذا الخطا؟ هسه اكو هيك حالات والاغلبيه يعني اللي تصير ويا الشباب، نعم، انه يتم تصويرهم من قبل حسابات او اشخاصهم خارج العراق يساهمون مقابل مبالغ. نعم، هو انه شلون انه ما يقعون بهذا الخطا؟ اولا من يجي اتصال غريب من سكايب، من ماسنجر، يعني انا مرات تجيني من سكايب اتصل، لانه انا عندي سكايب على مود عندي لقاءات تلفزيونيه عبر السكايب، تجيني اسماء غريبه تتصل ما جاوبها الفيديويه. انه لا تطرح الثقه حتى لو بشخص انت تعرفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفتح وياه كاميرا وتصور وياه باوضاع مثلا مخله او حتى غير مخله مثل ما طرق الاستاذ. نعم. جائز انه يحكي طبيعي، والذكاء الاصطناعي خصوصا بباقي البلدان موجود، يعني يقدرون
يضعونه بوضع معين. فاني اتجنب انه اخذ صوره بتليفون غيري او ابعث صورتي لشخص معين. انا اغلب الدعاوي اللي تجيني على الابتزاز الالكتروني تكون من الضحايا، يعني جاني والمجنى عليه هم من نفس العائله، اما اقارب ام اصدقاء. مرات بين الصديقات تصير تغار منها مثلا، هي يمها تصورها بوضع معين وتبتزها، تصير يعني اغلب الدعاوي ترى مو انه شاب يهدد بنيه على مصوره حتى تعطي فلوس، اكو بنات بيناتهم صديقتها بدون دافع مادي، بدون دافع مادي غيره تبقى تهددها تريد منها مصلحه معينه. قلت لك الاسباب الدوافع للجريمه مختلفه، احنا ما نقدر نعممها، بس الاغلب الاعم الاغلب يعني احنا نقول الظاهره، وعندنا حالات الظاهره الشباب اللي يبتزون البنات مقابل مبالغ ماليه وحتى كارتات، اما الحالات هاي اللي طرقنا لها قبل شوي. شنو اغرب الحالات اللي مرت على حضرتك خلال مهنتك كمحامي؟ نعم. يعني بهذا الجانب الاغرب انه احنا قبل شويه قلت لك موضوع الثقه، انه اني ما اطرح الثقه بالمقابل، ما ارسل صورتي سواء بنيه او ولد، لكن لما يجي الابتزاز من اقرب الناس اللي من زوجي هنا الكارثه، انه يعني يدخل لها بحساب وهمي فيك يهددها بصورها، هو زوجها اساسا. ليش؟ يريد منها فلوس، اصلا هو متزوجها على طمع. يعني انا صراحه جتني دعوه فتعجبت، يعني هي زوجته بس هو يعني دافع مادي كان زين، يعني يهدد زوجته حتى ياخذ منها فلوس بصورها. هو اصلا الصور بتليفونه يعني ماخذينها الصور او ماخذ لها فد بوضعيات معينه، يسوي حساب وهمي يهددها من راحت زعلانه يم اهلها، يقولها ما ادري يعني تليفوني ضاع. وضحت الفكره؟ يعني هو تليفونه يقولها ضاع من عندي، وهي تعرف انه زوجها مصوره، هي من حتى من اقامه الشكوى تعرف ومتاكده هذا الحساب عائد له. احنا نعاني من صعوبه اثبات الجريمه على الجاني، لانه اغلب هذه الضحايا لازم يبلغون على الجاني او المتهم اثناء انه ما هو يقوم بابتزازها، حتى شنو يلزموه بجرم المشهود يتبعون حسابه، لان يحتاج تعرف اجهزه فنيه متطوره. فاغلب الشكاوي اللي تصير بعد الابتزاز وبعد فضح الصوره مرات ما يوصلون للحساب، يجوز برقم امريكي او بايميل معين، فيكون هناك ضعف انه ما يقدرون يوصلون للحساب، والبنيه يعني مثل ما يقول نشرت صورها. او اذا يعني انا مرت علي حاله دعوه مبتزي البنيه وهي دازه الكارتات مال الموبايل، نعم، فهو كانت يعني يبتزها وفدز لها كارتات، فقدرنا نوصل من 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 لان اغلب الكارتات تعبت بارقام متكرره، زين نفس الارقام بصوره متكرره وصلوا للجنود. جيد. نعم. مقدم بسمه، نعم، ايضا شنو اغرب الحالات اللي مرت عليكم بخصوص الابتزاز؟ اذا الابتزاز الالكتروني يعني يوم نقول هذه القضيه غريبه، ثاني يوم اغرب، ورا فتره اغرب، مستمره يعني، ومستمر يعني الجهل، ارجع واكرر الجهل او الثقه الزايده يعني، واللي يعني صدق يثير غضبنا انه المبتز او اللي يتعرض العفو الضحيه لسنوات هو متعرض لابتزاز، احدى الضحايا اللي قريبه لابتزاز لسنوات، الا ما وصل لمرحله انه ينتحر، ينشر اللي عنده. هو يعني واحد من الضحايا يعني مراهق زين، من هو صغير لحد ما واصل مرحله من يعني 17 18 سنه هو يبتز بي لينشر له، ماخذ يعني ماخذ يعني شلون غلط اي موقف مقاطع من مقاطع مثلا. لا مو مقاطع مخله، لا هيك مثلا بيناتهم، بس هو صبي او طفل صغير زين، فما يعرف خطوره وحجم اللي عنده، يقول له هذا راح اوديه لاهلك واهلك راح ياذوك، فمخليه شنو يريد يسوي له، شنو يريد لسنوات، لحد ما وصل مرحلة انه ينتحر. شوف يعني خلال مرحلة وصل مرحلة الانتحار بهذه اللحظة، وقع على نفسه وبلغ امه اتصلت بينا بالشرطة المجتمعية،
والحمد لله يعني عالجنا القضية، لكن بعد ما إنه الولد يعني حتى صارت بمثل الحالة النفسية طبعًا. يعني هذا اللي فتشي كلش يعني مؤذي، اللي يعني أباوع عليه نفسيته منهارة لسنوات، هو مبتز. احنا دائما نشجع على شيء ثقافة التبليغ. اليوم انت اذا تعرضت لابتزاز لازم تبلغ، ما تبقى ساكت، ما تصير ضحية. يعني شوف ضحايا الابتزاز يوصلون مراحل الانتحار، هاي مرحلة خطيرة، يعني هاي حالة مو صحية. فدائما نشجع نقول اي ما تتعرضون لابتزاز او شفتوا نفسه وقعتوا. بالنسبة للفتيات اللي يتعرضن للابتزاز شلون تتعاملون وياهم كجهاز مختص؟ شوف احنا اليوم كشرطة مجتمعية عملنا يختلف عن باقي الأجهزة الأمنية الأخرى. اليوم نستلم المناشدة ونعرضها على مدير الشرطة المجتمعية وناخذ منه التوجيهات ونعالج القضية بكل سرية. وإذا الشخص موجود ويعني موجود ونقدر يعني ندز عليه او يعني عندنا طرق نتعامل وياه، نمسح المحتوى وناخذ تعهدات انه بعد ما يكررها، واذا تكررت نقدر يعني ناخذ اذا قبلت اللي الضحيه قبلت انه تبلغ. اغلب الضحايا ما تقبل تبلغ، تقول انا اريد تحلون مشكلتي بكل سريه، تخاف من الفضيحه. مصطفى ذكر موضوع انه الإجراءات الروتينية وحتى توصل الشكوى وما أعرف شنو، يحتاج وقت، يحتاج كم شخص يطلع عليها. نعم. هذه المراحل صعبة بالنسبة لبنت، من الممكن أنه من الصعب عليها حتى تطلع للشارع. أكيد. إذن شنو اللي نحتاجه اليوم؟ شنو اللي ممكن أنتم تقدموه من الممكن أن يسهل ويشجع الفتيات اللي يتعرضن لابتزاز حتى يلجؤون لكم؟ شوف احنا اليوم كشرطة مجتمعية دورنا وقائي استباقي توعوي تثقيفي، وجودنا بالجامعات، وجودنا بالمدارس، نتحدث ويا خصوصا بالمؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه. اليوم نقول للبنات لا تبقون ساكتون او لا تتجهون لجهات مو امنيه، او مثلا تروح لغير جهات انفاذ القانون اللي معالج الابتزاز الالكتروني وهي تقع مره اخرى بالابتزاز الالكتروني. فاحنا دائما نشيد يعني ونشجع اللي بنيه اللي ما تسكت، ما تصير ضحيه. حتى لو انت اليوم وقعتي بالابتزاز ابلغ، اقطع التواصل. شلون تبلغ؟ الطريقه اللي تبلغ بها، ومن الممكن ان تحمي يعني احتمال تريد حتى اهلها ما يعرفون. خابر الخط الساخن للشرطه المجتمعيه 497 وتقول لهم انا تعرضت لابتزاز. تحولها، احنا اليوم موجودات ضابطات منتسبات كوادر نسويه، حتى اللي صورها او اللي تاي احنا نشوفها وبطريقه يعني احنا يعني شلون نحافظ عليها حتى لا تصير صورها بكل مكان. اي ونعلمها الطرق واجراءاتنا انه ما بعد ما تتواصلين ويا نهائي تقطعين، اذا تطي مبالغ بعد تتوقفين، لان هي اذا انطتها مبالغ راح بعد مره ثانيه وثالثه يطلب من عندها. وكثير يعني من حالات حليناها وطلعت مسروره. جيد. أستاذ مصطفى، مشكلة عدم تأمين حسابات يمكن هي أبرز المشاكل اللي تسهل عملية الاختراق حسابات الشخصية. برأيك شنو أبرز الثغرات، أبرز الأمور اللي ممكن نعالجها حتى بالتالي نكون مأمنين على حساباتنا من الاختراق؟ نعم، بس اسمح لي يعني أعقب تعقيب بسيط على السيد المقدم بسبب وجودها كممثل وزارة الداخلية شرطة المجتمعية. اول شيء انت سالتها سؤال، قلت لها شلون نبلغ؟ قالت تتواصلون وياني، وهذا جزء يعني نصف الجواب. النصف الاخر انه تحضرين يا ضحيه الى مركز الشرطه، وهنا المشكله اللي يعني ابلغ من خلال قناتكم انه ما راح يحضرون 90%، فلهذا اقول ضروري يعني الخطوه الاولى هي الحضور لمركز الشرطه. راح تتصل بهم وتقوم قدمي شكوى، وهي هي الداخليه او الامن الوطني من حقهم يقول لك تعال احضر. ليش هذا السبب؟ لانه حتى تتحرك مفرزه من الامن الوطني او الداخلي على هذا يعني المبتز، يجب ان يكون هنالك امر قضائي، ولا الضابط بكيف يطلع او الامن الوطني بكيف يطلع، وصار اهواء شخصيه، فلازم اكو دعوه مقدمه من الضحيه. ولكن هناك اشكاليه، البنيه العراقيه ما تقدر تطلع من بيتها، الروتين دا يخلي البنيه تنتحر، روتين دوائر الدوله والداخليه والامن الوطني الا تحضرين الا تسوين بلاغ بيدش، حقهم. ساني راح انا ضابط مثلا باي جهاز امني وجاني بلاغ انه اتصال جاني، انا معرضه الى ابتزاز من فلان شخص،
هل أنا من حقي كمواطن كضابط أروح ألتقي القبض عليه غير أكو أمر قضائي غير أكو فد فشي؟ ولكن اليوم العالم بيتطور، الابتزاز السيدة المحامية اليوم قالت إنه الأسباب كثيرة والضحايا أكثر. فعلا اليوم لما يتطور الابتزاز لازم تتطور ويا وسائلنا الوقائية، افتحوا ويب سايت خلوا البنية تدز لك دليل، ترى ماكو بنية تروح تتبلع على ولد بدون ماكو فد اي بي ادريس، فد ماكو صورة، ماكو فد ابتزاز معين، يعني من المستحيل. خلينا نقول بالعشر حالات يمكن بالمئة حالة يمكن حالتين اكو مفبركة بنية تتبلع على ولد او ولد يتبلع على بنية. نعم. فالجواب انه افتحوا ويب سايت حتى عدد اكثر يجي من الناس. شيء ثاني اريد انبه عليه، خلينا نحمي ارواح البنات والولد وموظفين ينتحرون، ترى حتى موظفين اكو يستقالون، تدري كم موظف استقال من الحكومه العراقيه او من الدوله العراقيه تحت تهديد الابتزاز بس ما حد ما عرف من الاعلام، احنا كانوا يقولون لنا نتواصل باي طريقه يعني يتم ابتزاز موظف؟ موظفه ابتزت موظفها مديرها، او موظف تحت المدير دز موظفه على هذا المدير ابتزته بوضع مخل، بلغت تنفضح لو تطلع من منصبك وصرت اوصلاني بذلك، وكثير من هذه الحالات اللي لم يعلن عليها عنها. فأستاذي العزيز الحل مع هذا الشيء شيء كلش بسيط. اليوم التكنولوجيا كنا قبل نشوف بالافلام واحد يقعد على الحاسبه يدخل على مواقع معينه ربع ساعه الاف بي اي يمه، هاي الافلام بالتسعينات احكي لك مو بال 2024. اليوم دور هيئه الاعلام والاتصالات غير موجود في هذا الموضوع، دور وزاره الاتصالات غير موجود في هذا الموضوع، داخليه الامن الوطني هاي اجراءات يروحون ينفذون ياخذ يقون قبض على هذا الشخص، اما من يوصل لك على هذا الشخص هو الاي بي ادريس الاي بي ديتكشن، منو مسؤوليته؟ هيئه الاعلام مسؤوليته، منو؟ وزاره الاتصالات. اكو ادوات واكو برامج حديثه، الدوله مو مصطفى الموسوي يروح يجيبها، الدوله تجيبها. وكذلك اذا هيئه الاعلام او غيرها تقول احنا ما نقدر نوصل الى بعض الحسابات الوهميه، وهي مشكله طبعا اذا ما يقدرون، فمن هيئه الاعلام تخاطب الفيسبوك تقول له هذا الحساب الورده البيضاء الاميره الفلانيه وحساب وهمي، هذا فيسبوك اريد بياناته، اريد موقعه، اريد معلوماتي، اريد يوزر، اريد كذا، من خلاله حددونا موقع ما تروح تجيبوه من بيته. بهاي الطريقه البسيطه راح تقدر تحمي بنيه من الانتحار، راح تقدر تحمي ولد من مستقبله ينهد، راح تقدر تحمي هوايه من الحالات. ولكن هيك تقنيات ما متوفره بالعراق، واسالك انه متوفره في بقيه الدول؟ طبعا استاذ، طبعا متوفره في بقيه الدول، وحتى في العراق في بعض الاجهزه ما يتم استخدامها بشكل يعني واسع. يعني مثلا وزاره الداخليه يمك السيده المقدمه اسالها عندكم فد برنامج يحدد اي بي ادريس مال الشخص المبتز من الفيسبوك او الانستغرام؟ انا ما اعتقد. هذا بالنسبه لمثلا المبتدئين اللي يبتزون، لو حتى المحترفين من الممكن ان يتم الوصول اليهم عبر هذه البرامج. المبتدئ او المحترف دا يستخدم وسيله اللي هي السوشيال ميديا، السوشيال ميديا شلون توصلها؟ يعني هو المبتدئ او المحترف ما يفرق، ولكن خليني اوجه فد رساله من خلالكم. انت سألت قبل شويه شنو اغرب حاله ابتزاز، وهذا الشيء اللي يصير. انتبهي من رابط دزت اياه ولد تعرفيه او تحبيه، او انتبه من رابط اغنيه دزك يا بنيه تقولي شلون واحنا نثق بهم ونشوف ريلزات والى اخره. احكي لك فتحال اتصلت فيها من خارج العراق قبل ايام، بنيه دازلها ولد رابط وقال لها انا حساعدك بعمل الكتروني وتجاره والى اخره، فتحي الرابط قال هذا برنامج نصبيه بحسابك، تدري يطلع لك هاي اللي جوا هل انت موافق؟ 99% من البشر يقول نعم موافق، وهذا خطا ما يقرا الشروط. فواذا به هو برنامج تجسس على شنو؟ على موبايلها، تجسس. هذا برنامج نسميه parent to child observation، الاب يراقب ابنه، مراقبه الاب للابن. فهي منصه برنامج مراقبه في جهازها، وين حتروح المراقبه؟ لهذا الشخص اللي هي تعرفه اصلا، يعني عنده هو صديقها او معرفه معينه. نعم. واذا بي ماخذ كل صورها، كل معلوماتها، كل كونتاكت نمبر مالتها، كل شيء، ودزلها هي على 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 احدى وسائل التواصل، قال لها شوفي هاي انت، واريد منك فلان شيء فلان شيء فلان شيء، وهذا رقم زوجك، وهذا رقم ابنك، وهذا رقم عائلتك، والى اخره. بنيه خابره تبكي تقول يعني وما اعرف قطع التواصل وياها. نعم. انتحرت، شنو صار بها ما اعرف. فانتبهي من 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 البرامج الملغومه اللي تنصبيها بجهازك او موبايلك، انتبهي من الشخص اللي يدزك رابط ويطلع لك لوجن للفيسبوك او الانستغرام، ترى يعني حسابك راح يروح. استاذ مصطفى باختصار شديد، اي المواقع هو اسهل بالنسبه للمخترقين يعني باستطاعتهم يخترقوك؟ كتطبيقات تقريبا 99.9 اشار لا يوجد اختراق حاليا، هي هندسه اجتماعيه، هو فيشنج. فيسبوك لا يخترق، انستغرام لا يخترق، كل ذنبه لا يخترق، ولكن اندز رابط ملغوم فيشنج اصطياد من خلال برنامج ثاني. اما كفيسبوك يخترق حاليا ما موجود، فيسبوك ب 30,000 موظف مبرمج
سعر يعني راس مال تريليون نص دولار، ما يجي واحد مواطن عادي يخترقه. وسائل الاختراق تزيد، ولكن وسائل السكيورتي تزيد. من خلال قناتكم اقول انه العالم متجه الى مشاكل فئة خصوصية وليس مشاكل فئة الاختراق. الاختراقات وجماعة الاختراقات شبه انتهت هذه. جيد. السحر ابرز المشاكل اللي تصير من خلال الابتزاز هي مو من خلال الاختراق، وان كانت من خلال الاختراق الالكتروني والهكر بنسبة قليلة. اليوم علاقات سواء كانت على مواقع التواصل او علاقات بالعمل او بالدراسة، لكن بالتالي هذه الصور لو كانت الصور يعني اللي ترسلها البنت حتى خلال العلاقة كانت صور عادية، ما ممكن انه تصل الامور الى هذا الحجم. بالتالي اذا هي الصور فاضحة وصور عارية وغيرها نتيجتها تكون شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها من خلال تجربتك مع هكذا امور، هكذا حالات تمر عليكم خلال عملكم؟ نعم عزيزي، طبعا انا قبل شوية طرقت لك الى موضوع الثقة، وانه موضوع البنت لازم انه هي تكون اكثر حرصا على نفسها، يعني حتى اكثر مرات الشباب، انا طرقت لك قبل شوية نعم. الشباب ايضا يتعرضون للابتزاز، فاني ابتعد انت كبنيه كفتاه انه ارسل حتى الصوره العاديه. قبل شويه قال اكو ديب فيك موجود، زين يقدرون يركبون الصور، لكن هاي على ما تثبت مو هي. احنا مجتمعنا عقل جمعي، اليوم تنتشر صوره حتى لو هي فيك يظلون يعلقون عليها، واحنا نعم. مجتمع قبلي عشائري ما يرتضون البنتهم تكون بهذا الموقف، يجوز يؤدي الى القتل ويسموه تحت مسمى غسل عار. زين حد ما يثبتون هذه الصوره فيك، يعني احنا صرنا امام جريمه مجتمعيه انخلقت، يعني هي سبحان الله تبدا صغيره تنتهي بكارثه. فاني من البدايه اقطع دابر هذا الامر، حتى لو تدخلين بعلاقه مع شخص ما مضطره اني ما مجبوره ارسل له صوره معينه سواء عاديه او غير عاديه، بوضع معين او غير موضع معين، اخليها علاقه طبيعيه. ليش اني اروح بنفسي وبعائلتي الى التهلكه وبالتالي لا يفيد الندم؟ جيد. فاستخدم احنا مشكلتنا بالعراق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بصوره غير صحيحه، مو بس بالابتزاز. احنا يعني قبل شوي قلت لك احنا ما عندنا موضوع ابتزاز، احنا عندنا موضوع تهديد. ليش؟ ما عندنا قانون الجرائم المعلوماتيه او الجرائم الالكترونيه. وقبل شوي عقب الاستاذ نعم قال احنا ما عندنا الاجهزه اللي نقدر بها نوصل على حسابات فيس او انستغرام. لا، احنا عندنا هاي الاجهزه موجوده في اجهزه معينه، خليه الصقور الامنيه والامن الوطني، لكن ما يستخدموها بكل هذه الدعاوي، كم الهائل من الدعاوي. اغلب الدعاوي بالشرطه المجتمعيه او المراكز الشرطه المحليه يرسلون زين. بكتاب من السيد القاضي التحقيق لهم انه تقدرون توصلون لهذا المعرف، لو لا اغلب الاجابات تجي لا. زين، هذا سميتيه تهديد اذا كان عند الجرائم مثلا نعم. صور او ماده يبتز بها، لكن نعم. هناك موضوع اخر بالنسبه للمساومه من قبل، هذا نشوفه مثلا في الجامعات، نشوفها في دوائر الدوله. اليوم نحكي مثلا عن ارمله زوجة شهيد مطلقه يتم مساومتها بشرفها مقابل انجاز معاملتها، وهذا موجود في اغلب الدوائر. هذه الحاله شلون ممكن تتعامل وياها الضحيه؟ تقدر تبلغ، بس اغلبهم ما يبلغون، تقول لك انا راح اخسر معاملتي، فاغلبهم يعني ينجرفون للاسف، يعني اغلب الضحايا. ايه، ونحكي على معاملات مثلا بها رواتب تراكميه والوضع المادي من الممكن ان مو بس مساومه على شرفها، يعني للاسف انه حتى يطلبون مبالغ ماليه، يعني اكثرهم. وهسه وارد، يعني انا على مساني للعلم ما اقول بها، مو اشتغل محاميه واخذ دعاوي بس، وهسه يسمعوني امام الملا وكلها تدري اني ما اشتغل معاملات، اغلبها يطلبون نص، يعني حتى يطلبون من المحامي، وهذه جريمه رشوه. زين، بالنسبه للمساومه لا، هي تدخل ضمن نص اتعاب المحامي، لا نص التعويض ياخذونه من المواطن. يلا يعني مثلا تعويضها 70 مليون ياخذون ال 35 او مرات 40 وينطوها الباقي، وهاي موجوده كل الشعب العراقي يدري بها. زين، فاحنا شلون نقدر نعالج هاي ثقافه مجتمعيه صارت، يعني اصبحت الرشوه والجريمه والابتزاز والتهديد ظاهره عاديه، يعني الناس من قامت تستغرب من عتها. اكو مرات حالات يعني الانسان مضطر بها، يعني اذا نحكي عن مثلا ارمله وعندها اطفال، هذه ما عندها مثلا احد تلتجئ مضطره راح تقبل، وهي تريد الراتب حتى تقوت الاطفال، راح تقبل تنطي نص التعويض مالتها، حتى هاي اذا هي مساله ماديه. بس اذا مساله اخلاقيه قانون العمل والضمان الاجتماعي طبعا عاقب على
التحرش العفو يعني الجنسي او في الماده اصور 11 منها او كذا. شلون تقدر تثبت ولحد ما تثبت وبالتالي تقدر اذا تبلغ عليه مر عليه شي حالات من الممكن ان نجحت؟ حقيقه لا ماكو تبلغ عليه شي حالات. زين يعني احنا قلت لك قبل شوي احنا نعيش في واقع مأساوي. احنا واقعنا عقل جمعي، المراه عندهم هي تمثل شرف العائله، ما تقدر تحكي ما تقدر تقول، على الرغم انه هو الشرف مفهومه يختلف عن كونه يتعلق بجسد المراه او سمعه المراه. زين فاحنا لازم نغير هذا المنظور، نغير هذه نظره المجتمع على المراه. يحتاج لنا يعني اعاده ضبط مصنع من جديد، دورات حمله وطنيه يعني لازم تتكاتف بها جميع الجهات، منظمات الاعلام، احنا يعني كمحامين، مثقفين، رواد الاسره، الخطاب الديني، هذا كله يتكاتف حتى يغير نظرة المجتمع للمرأة. يعني يكون هناك استخدام سليم لمواقع التواصل الاجتماعي. يتلقى بشوية مو بس الابتزاز، التعليقات انشر هسه منشور هو اعتيادي، بس خلي واحد يعلق بتعليق سلبي كلها تعلق تعليق سلبي، هو ما بيشيل منشور. هذه صارت ثقافة مجتمع، هي المشكلة بالمجتمع وإلا اليوم بالضبط. الحرم الجامعي المشكلة ثقافية، وحتى وصل الموضوع إلى الأساتذة الجامعيين وابتزاز الطالبات المسألة مو مسألة دراسة وأني دارس وعندي شهادة ومخلص، مسألة أخلاق وإنسانية. هذه الأخلاق والإنسانية بذرة تجي وياك من الصغر، من الأسرة، من التربية، من الخطاب الديني السوي الصحيح. لا ناس إحنا ما نقدر نحكي مرات حتى الخطاب الديني ما يتطرقون لهذه الامور. زين فليش تروح بعيد؟ هسه المناهج التربويه الدراسيه شالوها الاخلاقيه والاسريه اللي كنا قبل احنا نتعلم عليها وموجوده ضمن المنهج واساسيه، الان شالوها. مو احنا التربيه والتعليم، حتى التعليم هو تحس اكو اجندات خارجيه تحارب الفكر العربي والعراقي بالاخص. حتى شنو يدمرون شبابنا، لان الشباب سيف ذو حدين، شو اما قنابل موقوته اما ينهض الدين. يعني علاقه الاستاذ في الجامعه نعم. بطلابه هي علاقه الاب بابنائه كانت، وهذا هذه سابقا طبعا. زين نعم. شنو اليوم اللي غير هذا الموضوع حتى نشوف اليوم هذه المساومات على الدرجات وغيرها وغيرها مقابل الشرف والصور والعلاقات وطلعه وطبه؟ الناس اصبحت ذئاب، جردوا من انسانيتهم. يعني ما أريد أقول كل الناس، الأغلب. يعني أنت اليوم أني من أعيش كإنسانة كأمرأة أريد أمارس حياتي بصورة طبيعية، سواء محجبة أم سافرة، دا تعاني. يعني أني دا أوصل صوتي من خلال قناتكم الكريمة، تعاني ابتزاز، مساومات، ما تقدر حتى تشتغل إلا إذا كانت يعني أمرأة واثقة من نفسها قوية، وهي قلة ما تلقاها موجودة. البنية ضعيفة، يعني تقول لك أنا متخرجة من الجامعة وأريد أشتغل، أريد مرات أنا أشوفك حالات تقول لي أريد أصير مثل السحر، أقول أكوني قوية أعلمها أحكيها مرات مبتدئات محاميات. فعلى صعيد المحامي، على صعيد الطبيب، وعلى صعيد الطالبة، فأنت ليش هاي تقول المساومات؟ المجتمع جرد من أخلاقه وإنسانيته، لازم يكون هناك حملة على المجتمع، على هذا الجيل الصاعد خصوصا جيل الألفين. سيادة المقدم حكينا بالمشاكل والحالات الموجودة، اليوم نريد نعرف شنو أسلحتكم أنتم كجهة مختصة بمكافحة هذه الحالات الدخيلة على المجتمع العراقي حقيقة. أستاذ مصطفى تحدث يقول إحنا متأخرين نوعا ما، ما عندنا الإمكانية الحقيقية لمتابعة وملاحقة هؤلاء المبتزين، شنو جوابكم؟ تفضلي. كل يعني مفاصلها اليوم جهات الإنفاذ القانون اليوم ماخذة دورها، وبالعكس اللي أي مواطن أي فرد يتعرض لابتزاز يروح يقدم شكوى، بس أغلب نرجع للنقطة، أغلب اللي يتعرضون لابتزاز ما يقدمون، خصوصا البنات ما يقدمون تحدث أيضاً عن أسبابها. يقول ليش ما يكون مثلاً ويب سايت وبالتالي تقدر البنية تأخذ راحتها، وإذا كان الأمور على مثلاً ربما يكون بلاغ كاذب لا تقدر البنية تخلي مستمسكاتها بطريقة حال البرنامج أو تطبيق للقروض وغيرها. أتحدث لك إحنا كشرطة مجتمعية اليوم
تجينا مناشده مستعجله انا تعرضت لابتزاز، احنا نقدر بطرقنا بفنيين نقدر اللي موجودين عندنا موجودين بالشرطه المجتمعيه ونمسح المحتوى ونقدر يعني عندنا فنيين مختصين موجودين. الخطوه الاولى لازم تروح الى مركز الشرطه. اسالك بالله مو صعب على البنيه تدخل مركز الشرطه؟ ليش احنا ما نشوف صورها تقول هي هددني بعد الصور وهذه المحادثات؟ تجي للشرطه المجتمعيه. اليوم أنا تحدثت لك قلت لك إحنا اليوم كشرطة مجتمعية دورنا يختلف عن باقي الأجهزة الأمنية بحلولنا اللي تشرحي لي الخطوات حتى بالتالي هذا يوصل رسالة للكثير من الضحايا اللي ممكن أسبالها تروح مركز مثلا شرطة بالها كذا. ليش هسه اليوم أنا اليوم موجود أحكي للخطوات اليوم أنا كضحية راح أحكي اليوم أنا على كل اللي يشاهدونا عبر شاشتكم أي شخص أي فرد يتعرض لابتزاز يخابر أو يتصل بالخط الساخن للشرطة المجتمعية 497. اتصلت سجلت بلاغ بلاغ. اليوم أني أكو بعض المناشدات اللي توردنا أنه ما تقدر تجي تعالينا للبيت، إحنا عندنا مفارز خاصة مناطقية موجودة ما تقدر. ممتاز. واحدة من الحالات واصل الابتزاز مخليها ما تقدر يعني حتى ما تقدر تتحرك، موجودة عندها كل. إحنا شلون نتأكد إنه هي صحيح شخص معرف زي. هذه اللي متعرضة عليه شخص تعرفه. اليوم قالت لي ما أقدر أني تعالوا لي، رحنا لها موجودة هي بالبيت، دخلت يمها راوتني كل اللي محلي هاي، انطتنا العنوان وانطتنا كل الهاي وتوصلنا له، مسحنا كل المقاطع وحتى يعني كل المحتوى واخذنا منه تعهد وما هي ورجعت هسه انسانه طبيعيه. هذا الشخص القانون موفر لكم الصلاحيات اللي ممكن تدخلون للبيت حتى وان رفض مثلا رب الاسره انه يدخلكم للبيت. هو هذا شخص يعني كذا، احنا عندنا طرق وعندنا تعاون مع الاجهزه الامنيه الاخرى، اليوم موجود مختار المنطقه، اليوم موجود الامن الوطني، نقدر احنا ننسق ويا هذه الجهات الامنيه ونحل القضيه. وهذا من عملنا من أساس هذا عملنا. إذا كان الجاني موجود، إذا كان ما موجود بنية تعرضت لابتزاز وتهديد، إحنا نوجه الضحية تتوجه إلى ننطيها الخطوات وننطيها التعليمات إنه تروح للأمن الوطني. إحنا كشرطة مجتمعية نقول لها اليوم إحنا هذا الشخص يراد لأمن وطني حتى يقدرون يوصلون له، لأنه ليش ما يكون تنسيق مثلا بينكم كشرطة مجتمعية؟ احنا عندنا تنسيق مع جهاز الأمن الوطني موجود. راح نرجع نتحدث بالنقطة الأولى ونقول صعب عبر شاشتكم على بعض البنات. عبر شاشتكم اليوم أشكر الجهات الأمنية الأخرى اللي متعاونة ويانا، يعني كل الجهات الأمنية اليوم متعاونة ويا الشرطة المجتمعية. والله يعني كثير من الحالات اللي يعني خلصناها وخلصنا الضحية وشكرتنا عن طريق الأجهزة الأمنية يعني بمساعدة الكل ضافرت الجهود وحليناها، لكن الحالات اللي ما توصلنا اللي ما تبلغ اللي تصير ضحية اللي تخسر مالها اللي تخسر عائلتها اللي تخسر سمعتها. شوف يعني الابتزاز الإلكتروني قلت لك أول بداية الحلقة أنه هي جريمة خطرة، يعني جريمة تهدد أسرة بكاملها، تهدد يعني كيان كامل، تهدد عائلة. يعني اليوم الطلاق اغلب حالات الطلاق بسبب الابتزاز الالكتروني واللي يصير به، يعني ما جتنا حاله خلاف اسري او بسبب انه التواصل وانه اكو عندي يعني خيانه سببها انه تواصلت حتى كلمه يمكن لايك وصلها لطلاق. لايك هيك حطت لايك اللي الوقت داهمنا استاذ مصطفى، دقيقه عندنا وحده اذا تحب تعقب على ما تفضلت بسيادة المقدم بسمة والإجراءات اللي أو التطور الإلكتروني اللي لازم تتوجه للحكومة العراقية لحماية الكثير من الضحايا. نعم، هي نقطة النقطة الأولى أنه إذا فتحت ويب سايت بس سوي تيست للحالات اللي عندكم عددها مثلا 10,000 20,000 30,000 في هاي السنة أو أكثر، وشوفوا الحالات اللي حتجيكم على الويب سايت وقارنوا، فهو موضوع يسرع الانتباه. هاي أولا. ثانيا الحالات اللي تروح للأمن الوطني، فخلي نوجه رسالة إلى بناتنا انه اذا كنتي جوال 18 سنه فيجي مرشد المدرسه وياك او مديره المدرسه تجي وياك للامن الوطني اذا ما تريدين تجيبين اهلك، واذا فوق 18 سنه انت او انت تروحون للامن الوطني تقدمون بلاغ طبعا يعني الدوائر المختصه بالامن الوطني ويحولها للقاضي. وان شاء الله يعني هو هذا ضريبه التكنولوجيا، كل شيء بالعالم بضريبه، ضريبه التكنولوجيا هي ضريبه يدفعها الاكثر خبثا للأكثر فقرا وبساطة، للأكثر خبثا وخلينا نقول
يعني جريمة في هذا الموضوع. فإن شاء الله الله يجنب مجتمعنا من هاي الجريمة الكبيرة وهاي حالات منتشرة بشكل واسع. أستاذ مصطفى أقاطعك، وجود بعض الحالات اللي منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي يسمى بالهكر الصالح أو الهكر الصديق. نعم. نصيحتك بثواني معدودة. نعم. حول التعامل مع احنا عندنا هكر وعندنا يعني الهكر إيثيكال هكر، الهكر الأخلاقي. نعم، الهكر إيثيكال هكر أو الهكر الأخلاقي هو شيء مساعد، يعني خلينا نقول عندنا قوات أمنية وعندنا حشد شعبي، تمام؟ زين. فهذا شيء يصب في مصلحة واحدة، أو عندنا مصطلح البينتريشن تيست، هو مختبر الاختراق، طبعا على الويب سايت مالتك يختبر قوته، هو مو يخترقه، ده يعطيك ثغرات البي حتى تسدهن. فالهكر الأخلاقي هو يساعد القوات الأمنية. شنو اللي يضمن إنه هذا الشخص اللي أثق به كهكر صديق أو صالح؟ لا شيء يضمن. بالتالي ما راح يبتزني. لا شيء يضمن إلا مثلاً، يعني إنسان متكلم وياك صار مثلاً 10 سنوات صديق الشرطة المجتمعية، يعني من زمن. نعم. من زمن طويل مثلا ناس يعرفني. زين. ولكن ما اعرف المقدم سيده مقدمة او الضيفه قالت كلمه صحيحه، انه كثير من محاربين الابتزاز يبتزون الضحيه مره ثانيه، وهي نقطه مهمه. فانت تقولي شنو يضمن؟ ماكو شيء يضمن، ماكو شيء يضمن. التواصل. جي. مع الجهات الامنيه اهم من التواصل مع الاشخاص العاديين. جي 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 السحر، نعطيك الدقيقه او دقيقتين نقدر يمكن نسويها لان جيتي متاخره. بالنسبه للضحايا القاصرات، احنا تحدثنا عن البالغين اللي يقدر يروح مثلا مركز شرطه الغيره، لا اليوم نتحدث عن ضحايا بالمتوسطه مثلا بنات بالاعداديه، هذه لا حول ولا قوه، من الممكن انه الضحيه يتحكم بها بالطريقه اللي يشوفها. شنو القانون كيف يحمي هذه؟ او تحدثي لي بجانب مثلا كامراه انت اليوم، شنو النصيحه اللي توجهيها لهؤلاء وشون تقدر تحمي نفسها والطريق الأسلم لحمايتها؟ طبعا الطريق الأسلم أنها لا تقع بالابتزاز لو هي وقعت منه حتى تروح تقدم شكوى. لا، بالتالي اليوم نحكي عن ضحية. ضحية أنه هي توقعت بالابتزاز، شباك الابتزاز الإلكتروني، أنه تصارح أهلها، لأنه إذا قدمت بشكوى جزائية أمام قاضي التحقيق، لأنه مثل ما تفضل الأستاذ الأمن الوطني ما يقدر إذا مثلا الضحية غير معروف من صفحة وهمية. نعم. لازم يحتاج إلى جهد فني وأجهزة معينة، يجب أن تكون هناك قرارات من سيد قاضي التحقيق بمخاطبة الأمن الوطني حتى يوصلون هذا الحساب، هل هو مرتبط برقم أم لا، ويجوز مرات يوصلون حتى لإيمي الجهاز. نعم. فلازم تصارح أهلها، يعني لازم تصارح أمها مثلا. فهنا ثقافة الأهل شلون يتقبلون هذا الموضوع، صارتك وحالات وقدروا يوصلون للجانب. نعم. أريد أحكي أو أسأل عن العقوبة بحق هؤلاء، هل هي كافية تتناسب وحجم هذه الجريمة؟ طبعا احنا عندنا قانون العقوبات، احنا قلت لك قبل شوي احنا ما عندنا جريمة ابتزاز الكتروني، ما عندنا قانون جرائم معلوماتية، عندنا جريمة التهديد مصحوبة بطلب بمال او تهديد عادي. نعم. او مصحوب باي طلب. فاغلب الابتزاز الالكتروني يكون وفق المادة 430 على ثانية، يعني المسحوب بطلب بمال او يعني مقابل انه ما ينشر صورها او نشر صورها. زين. فهذه جنايه عقوبتها تصل الى 10 سنوات 7 سنوات جنايه. فكعقوبه هي موجوده، الرادع احنا بنقول من العقاب سال ادب، فالعقاب موجود، الماده النص القانوني موجود، الامكانيات يعني نوعا ما موجوده، لكن ثقافه المجتمع، يعني هذه الطفله او القاصر ليش لازم تصرح اهلها؟ لانه اجراءات الدعوه الشكليه تستوجب تدوين اقوال. نعم. ذوي الضحية. الموضوع بهواية تفاصيل لكن تجاوزنا. نعم. الوقت. هواية الخبيرة القانونية سحر الهاشمي، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. الشكر. وأيضا مديرة الشعبة النسوية في الشرطة المجتمعية المقدم بسمة الزيدي، شكرا جزيلا لهذه المعلومات. والخبير في مجال الأمن السبراني الأستاذ مصطفى الموسوي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، ختام محور حلقة اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الحكم الصادر من محكمة جنايات الرصافة بحق المدعوة هدي الخالد والملقبة بأم اللول بعد إدانتها بتجارة المخدرات الدولية.
إذن ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية المضي في انتخاب رئيس مجلس النواب بأسرع وقت ممكن. الحكومة العراقية تدعو لحراك عربي وإسلامي وإقليمي لمنع إبادة جماعية في فلسطين. رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بالنيابة يؤكدان ضرورة الإسراع في إقرار جداول الموازنة. اجتماع القوى السياسية بكركوك برئاسة رئيس الوزراء يتفق على المضي بإجراءات تشكيل الحكومة المحلية. قانون العطلات الرسمية يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في صحيفة الوقائع العراقية. حصاد الليل انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.